الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير لكنه مكثف إلى حد ما موضوع الضريبة وفائض المنتج وفائض المستهلك طبعا وخسارة البذل الميت. الآن المقصود بذلك أنه tax incidence produced on consumer surplus and the weight loss، عندما تفرض ضريبة معينة excise tax أو sales tax أو أي شيء على سلعة ما، ما الذي يحدث لفائض المنتج وفائض المستهلك، وهل هناك خسارة وزن ميت أو ما تسمى dead weight loss بهذا الموضوع؟ الآن إن شاء الله سأقدم ذلك بمثال، لكن أرجو أن أنبه هنا، قدمت في مقطع سابق إجابة على السؤال المهم من يتحمل الضريبة المفروضة على السلعة، وقد بينت ذلك بواسطة الأمثلة والرسومات البيانية. أقدم في هذا المقطع كما ذكرت أمثلة مشابهة وإجابة على السؤال نفسه من يتحمل الضريبة على السلعة، مع إضافة ماذا يحدث لفائض المنتج والمستهلك ثم خسارة الوزن الميت أو dead weight loss. وعلى بركة الله نبدأ بإذن الله خلال المثال التالي. الآن مثال لنفترض الحالة الآتية، وأرجو أن تكون واضحة لأنها ستكون كثيفة ومزدحمة بالإنيميشن أو يسموه يعني الرسومات والكلمات المناسبة والمصطلحات المناسبة. هنا هذا على المحور الأفقي الكميات المطلوبة والمعروضة، على المحور العمودي أسعار الكميات المطلوبة والمعروضة، وهذا ما يسمى منحنى الطلب الآن دي ديماند كيرف. هنا نقطة التقاطع مع المحور العمودي اخترناها أن تكون عند مستوى 10 على سبيل المثال. الأرقام فقط للتوضيح، وهذا منحنى العرض supply curve S، نقطة التقاطع عند المحور العمودي مقابل الكمية 2 أو السعر 2. التقاء منحنى الطلب مع منحنى العرض من هذه النقطة، معنى ذلك أنه هذا الزوج المرتب هو السعر، المحور العمودي 5 والكمية التوازنية، هنا السعر التوازني لاحظوا لي 5 أما الكمية التوازنية فكانت 100. من هنا نجيب على بعض الأسئلة البسيطة. أول يعني ملاحظة بنلاحظها هاي الآن، هاي المنطقة التي ظللناها بالأخضر هنا، أعيد على هاي المنطقة ظللناها بالأخضر هنا، لاحظوا هذا الآن قبل أن تفرض الضريبة هذا هو فائض المستهلك. فائض المستهلك يساوي نصف القاعدة في الارتفاع، نصف القاعدة 50 في الارتفاع 5، إذا 50 في 5 يساوي 250. نصف القاعدة 50 لأن من الصفر إلى 100 50 نصفها، والارتفاع 5 من 5 إلى 10، مع ذلك بأن فائض المستهلك يساوي 50 ضرب 5 يساوي 250 وحدة. الآن وحدات القياس يعني دعوها جانبا، لكن فائض المستهلك يجب أن يكون الطالب والمتابع لهذه القناة مطلع عليه حتى يعرف شو المقصود بذلك. أما فائض المنتج فهو المنطقة هذه، أعيد هذه المنطقة التي ظلناها بالأزرق الفاتح هي فائض المنتج. فائض المنتج نصف القاعدة في الارتفاع. الآن نصف القاعدة إما القاعدة هاي أو القاعدة هاي، لكن تعطيك الجواب ذاته 50 في 3 يساوي 150، يعني هنا هذا الارتفاع اللي نفترض اللي هو 5 ناقص 2 يساوي 3 في نصف القاعدة اللي هي 150 نصفها، ف50 في 3 يساوي 150. إذن هاتان المعلومتان مهمتان جدا، الأولى اللي هي فائض المستهلك ثم فائض المنتج. الآن الإيرادات الكلية قبل فرض الضرائب تساوي كمية الكمية التوازنية في سعر التوازني 50 في 100، إذن تساوي 100 ضرب 50 يساوي 500، وهي هذه المنطقة التي ظلنا هنا، لاحظوا لي هذه المنطقة بالأصفر الأصفر الفاتح إلى حد ما، هاي المنطقة اللي هي الإيرادات الكلية توتال ريفينيو قبل الضرائب تساوي 100 ضرب 5 تساوي 500. الآن لنفترض بأن الحكومة فرضت ضريبة بمقدار 3، افرض وحدات القياس بالدنانير بالدولارات بالدرهم بالريال، فوحدات القياس لا تهمنا في هذه الحالة. المهم نفترض بأن الحكومة فرضت ضريبة بمقدار 3 على كل وحدة من السلعة، على كل وحدة. هذا يؤدي يعني فرض الضريبة بمقدار 3 يؤدي إزاحة تامة في منحنى العرض إلى اليسار، لأن الآن الضريبة يعني على الإنتاج، ما يعني الآن المنتج
ارتفعت كلفة الإنتاج عليه، سيؤدي ذلك إلى تخفيض الطلب، عفوا العرض، إلى تخفيض العرض، وهذا يمكن تبديله على شكل إزاحة تامة في منحنى العرض من الموقع أس إلى الموقع هذا أس صب تي. هنا عندي أس تعطيها تي صغيرة اللي هو بعد الضرائب. بعد الضرائب السؤال بسيط إنه الآن هذه التقاطعات لها معنى. نفترض الآن بأن هذا التقاطع الآن بين منحنى الطلب القديم مع منحنى العرض الجديد اللي هو أس صب تي. هنا الآن لنفترض بأن الكمية انخفضت من 100 توازن إلى 80، وأن السعر ارتفع إلى 7 على سبيل المثال، هنا 7. فالآن ضروري جدا نحلل هذه كما يأتي. هنا التقاطع الذي حدث مقابل الكمية اللي هو يعني يجب على الطالب المتابع أن يستنتج بأن هنا هذا السعر الجديد هو 4. لماذا؟ لأنه عندما اكتشفنا أو أعطينا بأن تقاطع الطلب مع العرض الجديد عند هذه النقطة مقابل 7، معنى ذلك بأن السعر على المنتج، عفوا السعر ارتفع من 5 إلى 7. هذا السعر الذي يدفعه المستهلك، 7 سعر النهائي، ارتفع السعر الذي يدفع المستهلك من 5 إلى 7، لكن 7 لن تذهب جميعها إلى جيب المنتج، لأنه في 3 منها هنا ستذهب إلى الحكومة على شكل ضرائب. بما أنه الآن منها 2 بده يدفع المستهلك، إذن هذا بستنتج بأن الفرقية اللي هو بين 2 و3 هو عبارة عن 1، ما يعني بأن السعر الذي يقبضه المنتج هو عبارة عن 5 ناقص 1، هنا تساوي 4. فهاي الآن الفجوة التاكس، هي مسميها التاكس ويج أو سفين الضريبة، هنا الآن عبارة عن 2 بتحملها المستهلك، وهنا الآن عبارة عن 1 بتحمله، عفوا نعم بتحمل المنتج. إذن هون 2 بتحملهم المستهلك، يعني لنفرض أن وحدات القياس بالدراهم أو بالريال أو بالدينار، فإن 2 من هذه الدنانير أو الدراهم أو الريالات بتحملها الآن المستهلك، وريال أو درهم أو دينار بتحمل المنتج. هل الآن ما الذي يحدث؟ الإيرادات الكلية بعد الضرائب، بعد الضرائب تساوي 80 الكمية في السعر الجديد 7، إذن 7 ضرب 80 يساوي 560. 560 هون الآن الإيرادات الكلية بعد الضرائب، لكن هذه الإيرادات الكلية ستتقنن، ستذهب إلى جهتين، الحكومة ستأخذ منها، ويبقى ما يتبقى يذهب إلى المنتج. كيف؟ الآن ما يذهب إلى الحكومة هو عبارة عن 80 وحدة ضرب 3، يعني لأنه الضريبة الجديدة 3 على كل وحدة، لكن الكمية التوازنية 80، إذا 3 في 80 يساوي 240. ما يبقى هو الآن ما يذهب إلى المنتج يساوي 80 ضرب 4 اللي هو السعر الجديد هذا، ويساوي 320. ماذا نلاحظ الآن؟ يجب أن يكون مجموع هذا مع مجموع هذا يساوي مجموع هذا. ننظر الآن 240 إذا أضفنا لها 320 هنا، فيجب أن تساوي 560. فعلاً هذه 560 تساوي 560. إذن التحليل إلى هذه اللحظة دقيق 100%. تتذكروا بأن الفجوة هنا هي 3، 2 بتحملهم المستهلك و1 بتحمل المنتج. الآن لو طرحنا سؤال عن الإلاستيسيتي، برايس إلاستيسيتي ديماند، ما الذي يحدث؟ هنا الآن مرونة الطلب السعرية تساوي الإبسيلون، طبعاً برايس إلاستيسيتي أو ديماند تساوي التغير المئوي في الكميات المطلوبة على التغير المئوي في أسعارها، وتساوي الآن السعر الكمية الجديدة 80 ناقص 100، طبعا نأخذ القيمة المطلقة، مقسم على 7 ناقص 2، يعني هاي الكمية وهذا السعر مضروب في متوسط السعر على متوسط الكمية، وتساوي أقل من 1 هي فاصلة 0.667، أقل من 1 صحيح. معنى ذلك بأن الطلب على هذه السلعة غير مرن نسبيا، relatively inelastic demand على هذه السلعة. نتابع الآن ما الذي يحدث لفائض المنتج وفائض المستهلك وخسارة البذل الميت. الآن ما الذي يحدث؟ هذه الصورة السابقة جمدت يعني الانيميشن فيها أو ما يسمى الحركات، فأبقيت فقط على هذه الصورة. الآن السؤال بسيط، فائض المستهلك بعد الضريبة،
بعد الضريبة، لأن السعر الجديد الآن فرض مساحة جديدة تقلص فائض المشترك. وين الآن فائض المشترك؟ هذه المنطقة، هذه المنطقة اللي هي تساوي 40 نصف القاعدة في الارتفاع 3، 40 في 3 تساوي 120. تصوروا قبل قليل كان 250، وفائض المنتج الآن هنا بهذه المنطقة، لاحظوا ضللناها نصف القاعدة في الارتفاع، 40 في 2 يساوي 80. إن لاحظوا من 120 اعتقادي، أرجع لها حتى أذكركم إنه هذا الآن فائض المنتج 150 عفوا، هنا 250 صحيح، وهون 150. الآن بعد ذلك لاحظوا لي ما الذي انخفض إلى 120 فائض المستهلك بعد الضريبة، وفائض المنتج الآن خفض إلى 80 من 120. نتابع بعد ذلك. الآن هناك منطقة هذه لم يستفد منها أحد، الحكومة أخذت ضرائبها 3، 7 ناقص 4 يساوي 3 اللي هي الضريبة، مضروب في الكمية تساوي إذن 3 في 8 240. لكن في منطقة، هذه المنطقة الآن هنا، هذه المثلث هذا، هذا نسميه إحنا خسارة الوزن الميت، لم تستفد منه الحكومة، لم يستفد منه المستهلك، لم يستفد منه المنتج، هاي نسميها إحنا خسارة الوزن الميت. كم هي هذه الآن خسارة الوزن الميت؟ تساوي فعلا يعني هذه مثلثين، المثلث الأول نصف القاعدة في الارتفاع، هنا نصف هذه اللي هي 5 ناقص 4 نصفها نصف، ضرب 20 الفرق بين هون القاعدة هاي طولها يعني 20، فبتعطيني 20 ضرب نصف، زائد المثلث الثاني الفرق بيناتهم لاحظوا الاثنين نصفه واحد في الارتفاع 20 يساوي، زائد 20 ضرب 1 يساوي 30. إذا هذه خسارة الوزن الميت تساوي 30 ذهبت، لم يستفد منها أحد، لا الحكومة ولا المنتجين ولا المستهلكين. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة جميعا أحبتي، وإلى لقاء آخر قريب جدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.